إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة رمضانكم وصحة صيامكم وصحة فطوركم. خوتي إخواتاتي، أهلا وسهلا بكم. مازول في اللون، بيانفوني أ تو الموند. إن شاء الله رمضان سو باس تخي تخي بيان. واليوم إن شاء الله راح نرجعوا لواحد القصة حبيت باش نبارطاجيها معاكم، بارطاجيها فيك فو، إن هيستوار تري امبورطونت في التاريخ تاع الجزائر والمروك. سا كونسير ليستوار دو لاجيري اي دو ماروك. فوالا، هاد القصه هادي يعني حقيقيه، وراح نمدو الدليل والحجه ودوني لي بروف اي تو. القصه نتاع يعني الملك نتاعهم في الوقت هذاك مولاهم اسماعيل. هاد القصه يا جماعه يعني حقيقيه وغريبه في نفس الوقت، وراح تمد لهم درس على كل حال. وانا حبيت من هنايا على هاد فقراء التاريخ اللي راهم يعني في كل مره يحبوا يعني يديروا التضليل ويديروا يعني الاخر في التاريخ، اليوم نرجعهم دائما للمكان تاعهم. هاد القصه يا جماعه يسموها انت الموس وانا اللحم. هاد الكلام هذا يعني تفوه به الملك تاع المغرب في الوقت هذاك المروك لواحد القائد الجزائري في الجيش الجزائري. هذا مولاهم اسماعيل في الوقت هذاك كان دائما، ويعني نفس الفكره ما زالت حتى لليوم، كان عنده حلم. الحلم تاعو وهو التوسع، التوسع في كل المنطقه. وفي الوقت هذاك وجد جيش نتاعو، وبدا الهدف نتاعو الاول وهو يزحف على الجزائر، وبالفعل كون الجيش تاعو يعني كبير وزحف على الجزائر. في الوقت هذاك في الجهة تاع الجزائر كان قائد يعني جزائري كذلك سمع يعني بالقصة هذه، وكان وجد روحه ووجد الجيش نتاعو. كان قليل على الجيش نتاع مولاهم هذا يا اسماعيل، وراح ليه يعني تواجه معاه في الطريق. تواجهوا في الطريق، وكانت يعني باش تعرفوا باللي الحدود يعني ما بين الجزائر والمروك يعني دائما، وهو واد ملوية كما راكم بتشوفوا، واد ملوية دائما هذه هي الحدود ما بين الجزائر ولكن هما ما يستحوش وما يحشموش دائما، يعني كانت عندهم يعني كما نقولوا حلم يعني توسعي. وبالفعل تلاقاو في وسط الطريق ووقعت بيناتهم، وهجم الجيش الجزائري في الوقت هذاك اللي كان أقل عدة وعدة وعطاهم مطرحة. هذه حقيقة، ودوك نجيو للوثائق ونشوفوها. وفي الوقت هذاك القائد الجزائري ما اكتفاش بهذيك الحرب. من بعد ما رجع هذاك مولاهم اسماعيل، رجع الفاس ورجع الاخر لبلاده، القائد الجزائري قالهم باللي نكملوا ونروحوا نحتلوهم في فاس. وبالفعل رفد الجيش نتاعو يعني، وكانوا ماتوا يعني مئات من الجزائريين وألاف من المراركة في الوقت هذاك، وزحف عليهم بالجيش اللي بقالوا، وراح دخلهم حتى لحق حتى الفاس، ودخل الداخل واحتلهم الجيش الجزائري. وفي الوقت هذاك ومن بعد هذاك الملك مولاهم هذاك اسماعيل حار يعني في هذا القائد الجزائري وطلب باش يتلاقى معه. وبالفعل داروا لقاء في زوج وتلاقاو، وغير وصل ليه القائد الجزائري قال له الملك انت المغرب في الوقت هذاك، قال له انت الموس وانا اللحم، وهبط في الارض هكذايا باس الارض ثلاث مرات، ويعني كانوا يديه يعني مكبلين وباس الارض، وقال له انت الموس وانا اللحم. وبهذه الكلمه مولاهم اسماعيل يعني نقص في هذيك كيما نقولوا الضغط هذاك اللي كان مع القائد الجزائري اللي كان يعني راح يقضي عليهم كامل كيما راهم، وطلب منه مقابل ذلك جزيه يعني في عائلته وكلش، وقال له ما دامك انت الحم وانا الموس، ايا دار معاه يعني معاهده تاع صلح على كل حال. هذيك الكلمه هذيك على جال الكلمه هذيا،
وعاود رجع على كل حال، ويعني ما انتهتش يعني الخيانة نتاع هذاك مولاه هذاك اسماعيل. على كل حال سلك روحه وسلك الاخر، وهكذا دخلت الجزائر الفاس والاخر، وهذه حقيقة يعني تاريخية، وباش تشوفوا نوري لكم الدليل والحجة. بقول لي ماروكا ما كان، لا تبداو تعيطوا لا لا ما كانش منها ولا حاجة ولا تكذبونا ولا، لأن الدليل دامغ وحاضر وهوليكم، الكتب مترجمين باللغة الإسبانيولية يعني بالإسبانيول، لو ليفر يعني اون إسبانيول يعني بكل اللغات، راهم الكتب راهم كاينين، وهاك وتشوفوا كيما راكم يعني كيفاش ركع الملك نتاع المغوك للقائد الجزائري، وكيفاش يعني تقبل كلش وقال له أنت يا الموس وأنا اللحم. هذه هي القصة يا جماعة، هكذا باش نرجعوا يعني للتاريخ الجزائري مع هاد الفراقيش، وباش يعرفوا الحقيقة. والمرة الجاية نشوفوا إن شاء الله قصة جديدة. ما تنساوش لايكي والفيديو يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللي عنده كاش حاجة ولا يتفضل يجيب لنا يعني الكونترال. السلام عليكم.